احمد محمود عبده. حضرتك انا لما حصلت الواقعه خدت بعضي وعلى الاسم. حضرتك خدت بعضي على الاسم، عملت لهم محضر هناك وحولوني على المستشفى لمن واحد، عملت المحضر وخدت التقرير ورحت للاسم، قلت لهم انا محتاج حد يجي يجيب الطفل دوت وعنوانه وبياناته اهو. حضرتك قال لك طالما انت عملت محضر ما ينفعش الكلام ده، لو عملت لك ده نجيبه، ده من كده مش اختصاصنا، لازم القضيه تمشي مجرى زي ما هي. مشكور حضرتك يوم كان يوم ايه ده؟ كان الكلام ده حضرتك يوم 28/5/2019. فحضرتك ما رضيتش توجهوا معايا فين؟ الى 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 الطفل اللي هو ضرب ابني. قالوا لا حضرتك انت ما تنساش بنجده، انت حضرتك اللي جيت عملت محضر. انا عملت محضر يبقى المحضر يمشي مجراه. كده حضرتك ما ينفعش احنا ننزل نجيبه. تمام. تجيب المحضر والمحضر هو اللي هيقول واحنا بعد كده ننزل ايه؟ نجيبه. لكن انت لما عملت حضرتك كده عملت محضر ما ينفعش، الكلام ده تعمل معاه ايه؟ تبلغ نجده. اسيب ابني يقع بقى ويموت واعمل نجده عشان يجي يشوفه زي ما هو، عشان يروح يجيبوه. طب انا جايب لك المتهم واجيب لك عنوانه. ازاي انا جاي بعمل محضر وبقول لك المتهم اهوت ووريك الصور ووريك الحاجه وتقول لي لا مش هجيبه؟ كنت مصور ابن حضرتك انت وهو. حضرتك انا لما رحت ولقيت عمه معايا ولخاله كان معايا وزميل وواحد جارنا اسمه حسام مصطفى كان معايا حضرتك وشاف الواقعه، لما شفنا الواد طبعا احنا خيطناه بعد ما خد 15 جوه. يعني حضرتك التصوير الصوره دي يعني هو 30 جوه وبره. يعني احنا بعد ما الدكتور وطبعا رحنا طبعا الموضوع طبعا حضرتك تشوف المنظر ما يطقش، يعني ما حدش يستحمله. طبعا انا همي كله كان في الواد ده ابني. طبعا انا خيطته وخدت التقرير من الدكتور بتاع المستشفى اليوم الشروق، عياده الشروق، لميت الناس هناك والموس. ايوه حضرتك. وجبنا كل حاجه على حسابنا وخدناه. رحت ايه، انا ما بتكلمش على الفلوس، انا بتكلم على حاجه، انا بتكلم حق ابني فيه. ازاي انت يا جهه مختصه لما اجي لك تاخد الواد اجي لكم لحد عندكم واديكم بنات الواد واديكم الواد وتقول لي لا ما اروحش اجيبه؟ وفوق حضرتك ان هو ليه معرفه في الاسم والمحضر يتحول لمصر الجديده. طب حضرتك قبضتوا عليه وقلتوا لي مصر الجديده ليه؟ لما انت قبضت على الطفل قلت له مصر الجديده ليه؟ المفروض حضرتك انا ما وديش مصر الجديده، المفروض حضرتك ده كان يروح فين؟ على نيابه الطفل. ساكن جنبكم هنا؟ لا حضرتك هو مش جنبي هنا، هو حضرتك في شارع جامع النور بعدين قريب من اخر الشارع. لا هو مفيش تاني غير هنا. لما المعز نزل وجابت عمامه عشان يجيبوا الواد، لما الموضوع نزل حضرتك طبعا الاستاذ احمد طارق مشكور اتصل بيا وقال لي تجي لي والجمعيه اتصل بيا، فقال لي تجي لي دلوقتي على الاسم. رحت هناك صور الواد ولا تنزل تجيب الواد دلوقتي. رحنا هناك لقينا عمامه وهم اللي زعلانين، حتى بتوع الاسم بيكلموهم ده انتوا ما عندكمش غير دم، زعلانين منه ان هو الراجل جابه وبتلوموه، ده انتوا معقولين ده اديهم غرزه، ده انتوا عالم كفره، انتوا عالم مش عارفه ايه. طبعا اسلوبه في الاسم جوه حسسوني ان انا المتهم، يعني حسسوني ان انا المتهم وهو البريء. الراجل عمل في الاسم حاجات، يعني معلش لو اي واحد عايز دخل ما تتعملش. تمام. فهمت حضرتك؟ افوجئ ان يعني معلش عشان ما نذكرش اسامي حد ان ليه واسطه جوه، ليه معارف جوه بدون اسم اي حد. حسسوني ان انا المتهم وهو اللي بريء. والراجل دخل جوه معلش حضرتك، يعني لو اي واحد تاني دخل الاسم يعمل حاجات ويعملها ديت مش هيتساب. طب انت عايز ايه دلوقتي يا حاج؟ انا عاوز دلوقتي حق ابني فين؟ حق ابني فين؟ وعدل ربنا. ده طفل دلوقتي ضرب اكتر من طفل وعارف ان اخرتها بيعمل اعداد وبيستلع وبيهددني دلوقتي انا وعيالي، وبيهددني بيقول لي فرجني وانت مش قدها وهنفرجك هنعمل ايه؟ هم بيعملوا مشاكل يعني في المنطقه هنا؟ كانوا مع حد قبل كده؟ يا فندم هم معروفين. اسال عليا واسال عليه، واسال على الطفل في المدارس واسال على ابني في المدارس، وكل حاجه موجوده. وهو حضرتك دلوقتي راح عمل قعده، وكان خاله موجود فيها. ساب القعده حضرتك واتفاق مع الدكتور، ولقيته متفق مع الدكتور زي ما قلت لحضرتك كده. حتى الدكتور اللي وداله له انا ما قلتش ايه اللي تم، لقيته هو يعني اتفق مع الدكتور ومعرفه ومن منطقه. يعني حاجات حضرتك هقول لحضرتك ايه؟